غادي نمروا ان شاء الله على التصحيح. التمرين الاول في الفيزياء، هذا التمرين الاول كما سبق لي قلت لكم فيه جزئين. الجزء الاول عباره عن انتشار موجه ميكانيكيه، والجزء الثاني هو دراسه تفتت نواه الرادون. اذا غادي نبداو انتشار الموجه الميكانيكيه. لدراسه انتشار موجه ميكانيكيه على سطح الماء نستعمل حوض موجات يهدف هذا التمرين الى تحديد بعض المقادير المميزه للموجات الميكانيكيه. اذا الشكل غادي نحاول نرسم لكم الشكل ان هذه الموجه دايره هنا هذا الشكل، فيها واحد جوج قيمات على هذا الشكل. هنا عندنا منبع الموجه، هنا عندنا مقدمه الموجه ام، والمسافه عطينا هذه المسافه، هذه المسافة الفاصلة بين ذروتين متتاليتين هي 1.5 سنتيمتر. نحدث بواسطة هزاز في النقطة S التي تعتبر منبع الموجة. هزاز في نقطة S من سطح الماء الحر، موجة متوالية جيبية ترددها N كيساوي لنا 20 هرتز. N كيساوي لنا 20 هرتز. تنتشر هذه الموجة عند لحظة كتوازن انطلاقا من المنبع دون خمود ودون انعكاس. يمثل شكل جاذبة مقطع في مستوى رأسي لجزء من سطح الماء عند لحظة تاريخها تكتساوي واحد. السؤال الأول في هذا الجزء الأول من هذا التمرين، هل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ عندي جوابك. كما كتشوفوا هنايا فهذه الموجة، هذه الموجة مستعرضة. علاش مستعرضة؟ لأن اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار. فين هو اتجاه التشويه؟ فين هو اتجاه الانتشار؟ اتجاه التشويه هو هذا. فمثلا ملي كيكون عندنا الحبل، يعني اولا كيكون عندنا سطح الماء راكد ما كاينش عندنا حركه، غادي نعتبر واحد النقطه هنايا ام، مي غادي نحدث واحد الموجه هنايا، فهاد النقطه ام غادي تكون عندها حركه جيبيه مستقيميه، يعني هاد النقطه ام كتبدا تطلع وتهبط، يعني غادي يكون التشوه ديالها كيكون راسي او عمودي. اذا هذا هو اتجاه التشويه. اتجاه الانتشار، فالموجه كتنتشر على هذا الاتجاه. اذا بما ان اتجاه الانتشار عمودي على اتجاه التشويه، فهاد الموجه هذه فهي موجه مستعرضه. غادي نمروا للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول حدد طول الموجة. إذا طول الموجة كنستخرجوه من هذا الشكل الذي يعتبر بالدورية المكانية حسب الشكل. فطول الموجة لندا كناخذوه ما بين ذروتين متتاليتين، ذروتين متتاليتين، الذروة الأولى والذروة الثانية المتتاليتين. إذا هذه المسافة هذه كتمثل لنا لندا، إذا لندا كتساوي لنا 1.5 سنتيمتر. هذا هو الجواب. السؤال ثلاثة، استنتج سرعة الانتشار. سرعة الانتشار، سرعة انتشار الموجة على سطح الماء، على سطح الماء نستعملوا العلاقة V كتساوي لندا جداء التردد. إذا V كتساوي لندا اللي هي 1.5، عندنا الوحدة سنتيمتر غادي نضربوها في 10 بس ناقص 2 باش تولي بالمتر، جودة 20. إذا غادي نلقاو القيمة ديال السرعة بعد التطبيق العددي. اللي هي 0.3 متر سكوند موانزا. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 3. السؤال رقم 4 هو آخر سؤال في هذا الجزء. تمثل النقطة M، هذه النقطة M تمثل النقطة M التي توجد على المسافة D كتساوي SM. عطاونا المسافة D أو المسافة SM اللي كتساوي لنا D. بالنسبة للنقطة S مقدمة الموجة عند لحظة D كتساوي 1. عبر عن التأخر الزمني طو لحركة النقطة M بالنسبة للنقطة S بدلالة الدور بدلالة عفوا الدور للموجة، ثم احسب التأخر الزمني. إذا هذا التأخر الزمني، التأخر الزمني اللي هو طو، فكنحسبوه بالعلاقة SM قسم V. SM قسم V، بغينا نعرفوا هاد SM شحال فيها من لندا باش نعرفوا شحال خصنا نلقاو طو بدلالة الدور بعدها هو الأولى باش ندوزو للحساب. إذا SM عفوا يعني المسافة من هنا حتى لهنا
شحال غادي تكون عندنا من موجه؟ غادي تكون عندنا من هنا حتى لهنا موجه، من هنا حتى لهنا غادي تكون عندنا موجه، هذه لندا واحد، وكذلك المسافه من هنا حتى لهنا غتكون عندنا موجه. اذا اس ام شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج لندا قسمه في، صافي. اذا بو كتساوي جوج لندا، اولا اس ام كتساوي جوج لندا كما كتشوفوا هنا، المسافه من هذه النقطه لهذه النقطه هي لندا، والمسافه من هذه النقطه لهذه النقطه هي لندا. اذا اس ام كتساوي جوج لندا، تفهمنا جوج لندا قسمه في. حنا كنعرفوا ان في كعلاقه كتساوي لنا لندا جداء ام او لندا قسمه تي. فاذا بغيت انا نخرج الدور، الدور كيساوي لندا على في. اذا هذا التعبير هذا لندا على في كيمثل لنا الطو، وبالتالي هذا الطو تاخر زمني شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا جوج ادوار، جوج ادوار. الا بغينا ندوزو للتطبيق العددي، حنا خرجنا دابا الجواب هنا قال لك اوجد اولا عبر عن التاخر الزمني لحركه نقطه ام بدلاله الدور. حنا عبرنا عليه بدلاله الدور وبينا بان طو كيساوي لنا جوج ديال الادوار. من بعد من غادي ندوز للتطبيق العددي، وقبل انني ندوز للتطبيق العددي حيت الدور ما عنديش، ولكن كنعرف بان الدور كيساوي واحد على التردد تي، كيساوي واحد على ان، يعني ان هذه تولي لي جوج على ان. وبالتالي كحساب جوج قسمه 20، صافي، جوج قسمه 20 غادي تعطينا هي 0.1 سكوند. وبالتالي انا تمكنت من حساب التاخر الزمني، التاخر الزمني للنقطه، التاخر الزمني طو لحركه النقطه ام بالنسبه لي للنقطه اس، صافي. اذا كان هذا هو الجزء الاول من هذا التمرين الاول في الفيزياء. الجزء الثاني من التمرين الاول هو دراسه تفتت نواة الرادون 222. ينتج غاز الرادون المتواجد في الغلاف الجوي عن تفتتات المتسارية لليورانيوم الذي تحتوي عليه الصخور غرانيت. للرادون دير رمز Rn، عدد نظائره، عدد نظائر منها النظير 222 إشعاعي النشاط. يهدف هذا الجزء إلى دراسة التفتت النووي لهذا النظير. معطيات، عطونا العمر نصف تي ان دومي ديال الرادون، وعطونا اللي سميتو طاقة ربط بالنسبة للنوايا لكل من نواة الهيليوم والرادون و البولونيوم. السؤال الأول من هذا الجزء الثاني، السؤال الأول يقول من بين النواتين، Rn 222 86 ونواة البولونيوم 218 84، شكون هي النواة الأكثر استقرار مع التعليل؟ باش كنعرفوا النواة الأكثر استقرار كنقارنوا ما بين طاقة الربط للنوايا، بالنسبة للنوايا لكل نواة، وعطاونا هما هنايا طاقة الربط بالنسبة للنوايا، طاقة الربط بالنسبة للنوايا. طاقة الربط بالنسبة لنواية البولونيوم هي 7.73، وبالنسبة للرادون هي 7.69. هذا كيعني أن نواة البولونيوم هي أكثر استقرار من نواة الرادون. إذا غادي نكتب كجواب بما أن طاقة الربط للبولونيوم أكبر قطعا من طاقة الربط للرادون، إذا نواة البولونيوم، نواة البولونيوم PO 218 84 أكثر استقرار من نواة الرادون Rn اللي هي 222 86. إذا كان هذا هو الجواب الأول. إذا سهل بالنسبة دائما ملي كنعرف باش نقارن ما بين النواة الأكثر استقرار، دائما اللي كتكون عندها طاقة كبيرة هي اللي كتكون نواة المستقرة. غادي نمرو للسؤال الثاني. السؤال الثاني بين أن طاقة الربط لنواة الهيليوم هي 28.28 ميغا إلكترون فولت. هنايا طاقة الربط نعلم أن طاقة الربط للنواية ديال الهيليوم كعلاقة اش كتساوي؟ هي طاقة الربط قسمة عدد النويات. هما طالبين منا نحسبوا طاقة الربط لنواة الهيليوم. إذا طاقة الربط لنواة الهيليوم غتكون كتساوي طاقة الربط للنواية جداء أ، يعني بتطبيق عددي جد بسيط اللي هي
7 فاصلة 0 7 جداء 4 اللي عدد النوايات، راه عندنا عدد النوايات هي 4، غادي نلقاوها هي 28 فاصلة 28 ميغا الكترون فولت. اذا طاقة الربط للهيليوم 4 2 كتساوي 28.28 ميغا الكترون فولت. وغادي نمروا للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3، نكتب معادلة التحول النووي. عندنا الرادون كيتحول كيعطينا البولونيوم زائد الهيليوم، عطاونا المعادلة واجدة 222 86 218 84 وهنايا 4 2. اختر الجواب الصحيح من بين الاقتراحات التالية. الطاقة المحررة أثناء هذا التفتت واحدة من الرادون، إذا غادي نحسبوا الطاقة المحررة. الطاقة المحررة انرجي ليبيري، انرجي ليبيري كتساوي القيمة المطلقة ديال تغير طاقة. يعني باش كنحسبوا هذه كنحسبوها بالعلاقة دلتا ام جداء سي كاري، أولا كنحسبها بالعلاقة ديال مجموع ديال طاقة الربط ديال المتفاعلات ناقص المجموع ديال طاقة الربط للنواتج، هذه هي القيمة المطلقة هنا. إذا باش نحسب هاد الطاقة المحررة سواء غادي ندير دلتا ام فوا سي كاري أولا غادي نستعمل هاد العلاقة. فهنايا ما عنديش الكتل، عندي طاقة الربط لكل عنصر من هاد العناصر، إذا غادي نستعملو هاد العلاقة هذه. وبالتالي سأكتب طاقة الطاقة المحررة لهذا التفاعل أو لهذا التفتت كتساوي القيمة المطلقة ديال طاقة الربط متفاعلات اللي هو ار ان، نقصو منها، نحلو القوس باش ما نغلطوش، نحلو القوس، طاقة الربط للبولونيوم زائد طاقة الربط للهيليوم. وما ننساش مع القيمة المطلقة شنو كيبقى لينا، كيبقى لينا فقط التطبيق العددي. هنا في الجدول اللي عطاونا عطينا الطاقة، عطينا طاقة الربط للنواية أو بالنسبة للنواية، طاقة الربط بالنسبة للنواية. غادي نديرو نفس القضية هنايا، غادي ندير هاد القضية هادي، يعني نحسب طاقة الربط كل واحدة. يعني مثلا بالنسبة للرادون هاد القيمة هادي الرادون 7.69 غادي نضربوها في أ، يعني كتطبيق عددي مباشرة. غادي ندير 7.96 عفوا جداء أ، شحال هي أ ديال الرادون؟ هي 222 ناقص، نحل القوس، بالنسبة للبولونيوم عندو 7.73 جداء عدد النويات ديالو 218 زائد طاقة الربط ديال الهيليوم هي هذه ديجا حسبناها 28.28. نسدو القوس وما نساوش القيمة المطلقة. إذا الطاقة المحررة مي غادي نحسبو، مي غادي نحسبو هاد القيمة هادي بكالكولاتريس، مي غادي تحسبو هادي بكالكولاتريس غادي نلقاوها هي 6.24 ميغا إلكترون فولت. إذا غادي يكون هو الاقتراح الثالث، الاقتراح الثالث على اليمين. الآن غادي نمرو لآخر سؤال في هاد التمرين الأول لهاد الامتحان الوطني. السؤال الخامس هو سؤال رقم 4، يقول نعتبر عينة من النواة الرادون نشاطها الإشعاعي أ0 عند اللحظة T كتساوي صفر، يعني عند اللحظة T كتساوي صفر عندنا نشاط إشعاعي أ0، القيمة ديالو ما عارفينهاش. أوجد بالوحدة جوغ لحظة T1 التي يأخذ فيها النشاط الإشعاعي العينة قيمة أ1 كتساوي أ0. يعني غادي نحسبوا لحظة T1 مين كيكون نشاط العينة كيكون كيساوي لينا أ0 على 4. حنا غادي نستعملو العلاقة، نعلم أن هاد أ1 دو تي، اش كتساوي كعلاقة؟ كتساوي لينا أ0 ليكسبونونسيال ناقص لاندا تي واحد. في نفس الوقت هاد أ1 هي هاد أ0 على 4، أ0 على 4 كتساوي لينا أ0 ليكسبونونسيال ناقص لاندا تي واحد. نختزل أ0 مع أ0 تبقى لي 1 على 4 كتساوي ليكسبونونسيال ناقص لاندا جداء تي واحد.
اذا باش كنحيدو ليكسبونونسيال جرات العاده اننا كندخلو الان لوغاريتم نيبيريان، دونك الان واحد على 4 كتساوي لينا ناقص لاندا تي واحد. هاد الناقص نجيبوها لهنا، اولا هاد الان ديال واحد على 4 كتساوي الان واحد ناقص الان 4 اللي كتساوي ناقص لاندا تي واحد. الان واحد كنعرفو كيساوي زيرو، اذا غادي تبقى لي غادي ساتابع هنا، غتبقى لي ناقص الان 4 كتساوي ناقص لاندا تي واحد، تكافئ ان تي واحد كتساوي الناقص مع الناقص نقدر نختزل بها، دونك هاد الناقص مشات مع الناقص وغادي تولي لي هي الان 4 على لاندا. واخيرا تي واحد كتساوي الان، حنا كنعرفو الان كتساوي الان لاندا عفوا كتساوي هي الان 2 على تي ان دومي، اذا ستصبح هي تي ان دومي الان 4 على الان ديال 2. شنو كيبقى؟ فقط تطبيق عددي، ساقوم بتطبيق عددي هنا. اذا تي واحد ابليكاسيون نيميريك، تي واحد كتساوي تي ان دومي، تي ان دومي عطينها لنا في الجوغ اللي هي 3.8 جداء الان 4 قسمة الان 2. كيبقى التطبيق عددي، ما كاين حتى شي تحويل، حيت هو طلب مني نحسب هذه المدة الزمنية باليوم، يعني غادي تبقى لي باليوم كذلك. اذا 3.8 جداء الان 4 قسمة الان 2. عندي خطأ في الكالكولاتريس. إذا كتساوي لينا 7.6 جوغ، صافي. إذا هذه هي العمر ديال ولا هذه المدة الزمنية لكي يصبح فيها هذا النشاط العينة ديال هذا الرادون كيساوي لينا أزيرو على 4. إلى هنا غادي نكون سالينا التمرين الأول من الفيزياء، سنمر بعد قليل إلى التمرين الثاني في الفيديو المقبل إن شاء الله. غادي نشوفوا التمرين الثاني للفيزياء اللي هو التمرين عبارة عن الكهرباء اللي هو دراسة RC ودراسة RLC.